لان عندنا دلوقتي عندنا في امتداد حاضره اعمال في الجامعه بالاضافه لحاضره اعمال موجوده في الكليه المتعامله في الكليه المتوقعين بعمل مشروعات مع الجامعه اللي بيدفع في البيت كل فكره مشروع ويبتدي يشتغل وينفذه على ارض الواقع بدعم من زمان في الزراعه. نفس الكلام برضه دلوقتي في اتفاق جديد مع جريده الناس ان عندنا حاضره اعمال اخرى داخل الجامعه دعم للكميه. ده كله بهدف ان احنا ننطلق من شبابنا من فكره انتظار الوظيفه لفكره المبادره اللي يكون عامل مشروع ويقدر يعتمد على نفسه. وطبعا لما يعمل مشروع زي كده هيبقى قادر على يوظف اكثر من عدد معاه مش بس هو. وبيسعدني ايضا ان انا اشهد معكم انطلاق المرحله الثانيه من مشروع مسار. المرحله الاولى في مشروع مسار ما كانتش ممكن تنجح الا بالدعم الكبير فعلا خدته من معالي الدكتور الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه، لانه في الحقيقه كان من اكثر الناس المتحمسين حولا وعملا في اننا ننجح الفكره بتاعت مسار لدعم قدرات الشباب في عمل في الانتقال من مساله التوظيف الى مساله رياده الاعمال. و سوهاج عندها قطاع اقتصادي غني جدا وفي تنوع كبير من اول الزراعه للصناعه للسياحه. عايز اقول لكم ان من 7000 سنه في قطاع كبير فخمين، قطاع مهم جدا كان بينتج المنسوجات.